عايز اقول ان الفكره دي انا فكرت فيها فعلا وعرضتها على معالي النقيب ان المحامين يتثقفوا في هذه الدورات العظيمه. الحقيقه ان النقيب خطب وزاره الدفاع، الامانه العامه لوزاره الدفاع، خطبها بنفسه باسم نقابه المحامين العامه، ولقينا ان هم وافقوا على ان احنا ناخد دورات. اول دوره الاستراتيجيه والامن القومي، حاجه جميله جدا. انا مش لو اتكلمت فيهم هقعد ساعتين اتكلم، لكن انا عايز اقول ان كل محامي استفاد، عارف يعني ايه امن قومي، عارف يعني ايه امن مائي، عارف يعني ايه الامن في الجو، عارف يعني ايه استراتيجيه. الحاجات دي كلها ما كانش حد فينا لا درسها ولا عارفها. فالحقيقه كانت دوره ممتازه، واستقبلنا هنا استقبال الابطال في الاكاديميه ناصر العسكريه، سواء من مدير الاكاديميه او مدير كليه الحرب. والحقيقه كانت ايام جميله جدا. عشان كده انا فوجئت بعد انتهاء الدوره الاولى، اللي حصلوا على الدوره الاولى طلبوا انهم ياخدوا الدوره الثانيه، وخاصه انهم يعني متشبثين انهم يستمروا في الدورات للاستفاده منها في الحياه العمليه. النهارده احنا بدانا اليوم اداره الازمات، واداره الازمات طبعا يعني شديده شويه، يعني فيها حاجات كتيره قوي متشابكه ومتداخله. فكانت اول محاضره النهارده برضو كانت محاضره استفدنا منها، وباذن الله القادم احسن ويبقى احسن بكتير. الحقيقه احنا فعلا في دوره تانية في 29/9 الاستراتيجيه والامن القومي، لان ما ينفعش تاخد الدورات دي غير متدرجا، يعني الاستراتيجيه والامن القومي ثم اداره الازمات ثم صناع القرار. صناع القرار تبقى انت خلاص وصلت لغايه انك انت تقدر تصدر قرارك، وعرفت يعني ايه استراتيجيه ويعني ايه امن قومي، يعني ايه ازمه ويعني ايه ازمات، وازاي تتصرف في الازمات. فباذن الله الدوره الثانيه للاستراتيجيه والامن القومي هتكون يوم 29 سبتمبر 2019، لكن تقديم الاوراق لازم بيكون قبلها بمده طويله، لان بيتعمل تحريات على الاشخاص، ولازم الجهات الامنيه توافق على حضوره في تلك الدورات، لان دي دورات تعتبر دورات سياسيه وامنيه من الطراز الاول، فلابد ان تكون الجهات الامنيه موافقه ان الشخص ده ممكن يستوعب ويدخل المكان ده. المكان ده بيتخرج فيه ناس كتير جدا، الزماله هنا، الدورات هنا، يعني عايز اقول لكم بيجي من مصر ومن خارج مصر من الدول العربيه كلها. فيعني ده مكان نشهد له بالكفاءه والاداء الحسن. طبعا في البداية لازم أشكر معالي النقيب سامح بيه عاشور لإتاحته لنا هذه الفرصة العظيمة، لأن لولا نقابة المحامين ما كناش هنعرف نكون موجودين في هذا المكان. بالإضافة طبعا وشكر كبير وعظيم لأستاذي ماجد بيه حنا عضو مجلس النقابة لإحتوائه لينا وصبره علينا الحقيقة، وتوجيهاته وتعليماته هي اللي خلتنا نخرج بهذا المظهر وهذه الواجهة المشرفة للنقابة. ده كل دورة بيبقى ليها أهداف وليها بعد كده مردود عليا أنا كثقافة ليا أولا، كمعلومات تاني حاجة. فكل دورة من دول كانت نمت فيها حاجة أكبر من التانية، فكان المفروض إن أنا أنقل للدورة اللي بعد كده أقدم فيها، وبإذن الله ناوي إن أنا أقدم في الدورة التالتة كمان. الدورة طبعا ليها أهمية كبيرة، وإحنا في صرح زي أكاديمية ناصر العسكرية، دي حاجة بتضيف لنا كمحاميين معلومات كتير اكتسبناها عن الاستراتيجية والأمن القومي. في ربط، لأن أنت طبعا كأمن قومي ما صحش يبقى فيه محامي وثقافته ضعيفة، لأن المحاماة المفروض إن هي مهنة الناس المثقفين، لأن احنا دراستنا أساسا في القانون، مش غير قصيرة على القانون فقط، في كلية الحقوق دارسين سياسة، دارسين قانون، دارسين اقتصاد، دارسين شريعة إسلامية، فدراستنا متنوعة. والمفروض الأمن القومي جزء مش للمحامين بس، هو مفيد لجميع المصريين.
خطوة رائعة وممتازة، ونشكر عليها معالي النقيب سامح بيه عاشور والأستاذ ماجد حنا المنسق العام للدورة. خطوة ممتازة لنا كتثقيف من ناحية القانونية، الناحية السياسية، الناحية العملية، اللي احنا هنتعامل ازاي مع وسط المحاكم بالفكر والخلفية السياسية اللي خدناها والتثقيفية اللي خدناها دي في حد ذاتها بتقدر ان انت تعرف تتعامل بعد كده مع الحياة القادمة ليك، مع عملائك، مع موكلينك كمحامي حر، مع العملاء كممثل عن إدارة قانونية. واجب الشكر في بداية الأمر للسيد النقيب سامح عاشور نقيب محامين مصر رئيس اتحاد المحامين العرب، وهذه الدورة التي تسعى إليها وراعي لها الأستاذ ماجد حنا المشرف العام على هذه الدورة بالتعاون مع قيادات الأكاديمية. ما لا شك فيه أننا تعرضنا لدورة الأمن القومي والتخطيط الاستراتيجي وتلاها دورة إدارة الأزمات والتفاوض التي نحضرها الآن. تلك الدورات العلمية التي تواجب الأحداث الجارية التي يسعى إليها جميع الكيانات في الدولة والقيادات التنفيذية. والله إحنا بدأنا على الطريق الصحيح تحت قيادة معالي النقيب سامح عاشور، بعد طبعا اللي عملوا من التنقية، فبدأ المحامين اللي موجودين هم المحامين المشتغلين، فبدأنا هنا بقى ننمي المهارات، ناخد دورات ثقافات، نرتقي بقى، نرتقي بمهنة المحاماة، نرجع تاني لزمن المحاماة الجميل.